يساعدك بإذن الله على التحكم بسكر دمك، ويساعدك أيضا على التحكم بضغط الدم، يساعد أيضا على تنزيل وتخفيض الدهون الضارة، الدهون الثلاثية، ويساعد أيضا على تخفيض الكوليسترول الضار، يرفع الكوليسترول النافع، ممتاز جدا لتدعيم صحة المفاصل وزيادة مرونتها، ممتاز جدا لتقوية وشد العضلات، ممتاز جدا أيضا كما قالت الجمعية الأمريكية لمكافحة تكون الحصوات في الكلى، ممتاز جدا للمساعدة على انقباضية المرارة ودعم وظيفتها، رائع جدا لزيادة التغذية الدموية لأعضائك ومنها الدماغ، ويزيد بالتالي عملية التفكير والتخطيط، ممتاز جدا لاحترام الذات وترديد الطاقات السلبية، ورائع أيضا جدا الراحة النفسية وسعة الصدر وتبديد الطاقات السلبية لأنه يفرغ الطاقات السلبية. كل هذا وأكثر في المشي. عسى الله يوفقنا وإياكم. لا تنسوا المشي، أضعف الإيمان 30 دقيقة في اليوم، رائع يا أخي، والله ما يكلفك شيء بل يعطيك.